اللي تطلع وحش وانت اللي كذا وانت اللي كذا برضه. كان في واحد لسه من شويه مالها يا فندم ما عجبتنيش. السلام عليكم فندم. شاله شاله ما انزمناش يا سعاده الباشا. دلوقتي احنا بنتكلم بطريقه حضاريه والناس جايه واقفه بطريقه حضاريه، ولا شتمنا حتى بيقولوا يا شيخ زايد يا حبيبي ويا شقفني ويا كذا. مين بقى نفهم الناس دي متاخده ليه؟ الدكتور ده بالسماعه والترمومتر بتاعه نفهم. المهندس اللي متاخد ده بايه؟ بالقلم الرصاص يا ريس؟ ده في ناس من 79 في ناس من 80 هناك فجاه كده طقت في نافخهم وبقى الراجل ده بتامر على الامارات. ما انا بقول لحضرتك اهو انا بخاف. انت حضرتك في الاخر انت احنا وانت بنتحط من الطحن، وهو قاعد في البيت وسامع الكلام ده صوت وصوره. طب ما يجي يعبر الناس. انا بقول لك والله هو السيناريو كده. الدكتور عصام كان واقف هو وثلاثة، بعد كده بقينا 10، الظهر صلى الناس تيجي بقى لما بعد الصلاه لما نيجي نقف. وبقول انا خاف بقى. انا بقول لحضرتك واقسم لك بالله كمان شويه كده اللي مالوش شغل يقول لك ده فين ظهر. طب ما لما نروح نقف بقى بالمره بقى 4000 لاني ولا انت هنسيطر عليه. يعني اذكر الدكتور عصام بيقول لي اسكت وطي صوتك كذا كذا احنا مع بعض، لكن اللي بعد كده انت عايز تسيطر عليه اقسم بالله ما هيحصل.